خلصنا بقى بنات لبنى ميديا ما حلوة. معلش بنتي معلش، تركيهم تركيهم يحكوا ويفضفضوا على راحتهم، لأنه إذا ما فضفضوا لك بنتي ما بترتاح القلوب وبتصفى النفوس. عفوا طنط، بس كأنه كانوا رح ينتفوا بعضهم شوي تاني. خلصنا بنات فرطوها بقى، يعني ما حلوة قدام طنط. بس كرمال نورها ما قلت لك طنط لقلوقة؟ لك بتطلعي 60 لقلوقة يا فاشلي. عفوا طنط، ما علي قلت شغلة؟ كأنه طريقتك ما جابت نتيجة معهم. ما بالعكس لك بنتي، نجحت تمام، بس بدها شوية وقت لتاخد مفعولة. هلأ التنتين بلشوا يندموا، هون عم بيراجعوا ذكرياتهم وبراجعوا أخطائهم، وبيبدوا بقى مين اللقلوقة من بيناتهم ومين المنافقة من بيناتهم. الله أعلم، ما منعرف. فاشلي هي ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون مثل ما عم تقولي. وانتي ايش بك طنط؟ مو على بعضك؟ لك كلمة. انا؟ ايه انتي، يعني انا من اول ما وصلت وحسستك كأنك مو على بعضك. ايه والله. تعي عدي جنبي واحكي لي. تعي بنتي تعي عدي لأشوف ايش بك، من ايش مزعوجة؟ احكي وفضفضي ولا تخلي الشي في قلبي. لانه كتر الغب بيوجع القلب لك بنتي. ولا شي طنط، بس انا هيك تعبانه شوي. تعبانه؟ سلامتك لك بنتي، من ايش تعبانه؟ كني متقاتله مع خطيبك؟ لا طنط ما في شي. كانه تاخرت سميحه، شقد صارت الساعه؟ سميحه طنط انا اساسا ما عاد بدي اياها لوائل. هاتي لك، هاتي بيطلع الخاطر. خدي، ما عاد بدي اياها. اخ يا طنط، وصلت بيناتهم للشيطان الرجيم. رح يتركها. تركني. تركك؟ اي. ليش بتقاتلين مع بعض لك بنتي؟ لا بس في وحدة تانية على الخط. وبا تقشن هرجيل، بس دخلت وحدة على الخط بنسوح حالهم. وبا